بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبيه الكريم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. جبت لكم فيه المشلوش. المشلوش هذا نديروه في الأفراح تاعنا، في المناسبات نديروه كما نديروه سماط. درت لكم العجينة تاع المشلوش هذا في السمنيات تاع الطاجين، درتهم لكم في المحجوبة تريدة الطاجين، درتهم لكم في سمنيات تاع المقلة. وهذا درك هذا بورقة، هذا الفطير درت لكم بورقة. توجدوا العجينة تاعو في الفيديو تاع السمنيات تاع الطاجين. درك انا نعت لكم كيف نديرو اليوم، راح نعت لكم كيف نديرو المشلوش. واش نحتاجو للمشلوش؟ نحتاجو له فطير هكذا بورقه، نحتاج جوز، زبده، ورد والعسل، وجوز ملحي مخشين مرقيق. روحوا لطريقه التحضير تاعو. نبداو اول حاجه نديرو الفطير هذا، نديروه كما نعدت لكم في الفيديو توجدوه في السمنيات تاع الطاجين، تجدون الرابط تحت الفيديو. هكذا نبداو بسم الله نبرمو هذه الفطير تاعنا، هذا بورقة نبرموه هكذا كيما تلاحظوا. نحكمو نقسموها هكذا، تحبي تبداي نعطيكم كيف نقسموه، تحبي تقسمي بالموس هكذا هكذا بالموس. الخشن ما يجيش خشين بزاف وما يجيش رقيق بزاف، يجي مليح برك في الخشن كيما تلاحظوا، كيما تلاحظوا ما تجيش خشينه بزاف وما تجيش رقيقه بزاف هكذا. طبقي الكميه تاعك كامل هكذا كيما تلاحظوا، راني يعني طبقت انا الكميه تاعي كامل هكذا برمتها. ومن بعد نبداو نقصوا، اللي يحب يقص بالموس كيما انا عدت لكم هكذا يقص بالموس هكذا. ديري الكميه تاعك كامل برميها وبدا يقصي هكذا، تحبي بالمقص ثاني طريقه سهله، المقص تاع المطبخ تاعك في المطبخ تاع المقص هكذا طريقه سهله هكذا. كل واحد واللي عنده الموس يدير بالموس، سكين يدير بالسكين، وعندو المقص يقص بالمقص. المهم تجي متساوية القصة تاعو، تجي متساوية ما تجيش خشينة بزاف هكذا. نكمل انا الكمية تاعي كامل هكذا كيما تشوفوا فيا نقصتها هكذا. نكون حطيت البرمة تاعي فيها الماء ونحطها على فوق النار ونبدا نقص، نخليها تغلى حتى تغلالي. نكمل هذا القسطن تاعي ونعطيكم كيفاه نبداو نخدموه. هاني بعد ما قصيت تاعي المشلوش كيما تلاحظوا كيما شفتوني قصيته هكذا، يكون الماء تاعي غلالي في البربة تاعي، نحطهم في الاول مره هكذا، حليه من بعده هكذا مليح، حليه حتى يتحلك مليح، الماء تاعي يكون غلالي. نحط كنايه فوق في الكسكاس يفور لي هكذا، ما نحطو له والو كيما نقصوه نحلوه ونحطوه حطوه يفور الفوره الاولى تاعو هكذا. حطوه يفور تخليوه درك حتى يطلع لنا فيه الفوره مليح، تطلع الفوره فيه زد نحيوه دك. من بعد ما تفرنا نعطيكم كيف نكملوا. بعد ما فرتنا الفوره تاعنا هذه الاولى كما تلاحظوا نحيوها من الكسكاس، نحيو المشلوش تاعنا هكذا من الكسكاس هكا كيما تلاحظوا، نرشوه بشويه ورد، رشوه هكذا بشويه ورد، الورد يكون اصل قطار بتجي فيه النسمه تاع الورد.
هكا بخيه وحركيه مليح هكا حليه بعدا هكذا هكا نبخوه مليح شويه شويه بالورد هكذا نحركو حتى تدخل فيه الورد هذاك مليح زيدو رجعوه يفور فوره الثانيه كاينين اللي يفوروه فوره وحده ما يجيش خفيف كي تفوريه فورتين يجي مليح يجي خفيف كي تفوريه زوج فورات هكذا حتى يدخل لك الورد هذاك فيه مليح درك نردو يفور حتى يفور لي الفوره يطلع فيه الفوره مليح نعتلكم كيف نكمل بعد ما حطينا المشلوش تاعنا يفور الفوره الثانيه نوجدو حنايا التشحيره تاعو كيف نوجدو التشحيره تاعو نحتاج زبده تكون الزبده الحره زبده كل واحد الكميه اللي عنده انا درت شويه برك حسب الكميه اللي عندك حطوا شويه زبده حطوا الزبده تاعنا على النار ذوب لنا الزبده هذيك تاعنا ذوبوا الزبده تاعنا هكذا زيدوا حطوا عليها العسل العسل الحر والزبده الحره الحلاوه كل واحد كيف يحب الحلاوه كاين اللي في الفوره الثانيه زيدوا حطوا له شويه سكر ويردوه يفور انا من الافضل ما نحطولوش السكر نحطولو العسل خير تجي مليح بالعسل خاطر حلو هو يجي حلو كديرلو التشحيره تاعو مليحه يجي حلو هو كاين اللي يحطو السكر الرطب في الفوره الثانيه نزيدو الورد شويه ورد في هذيك التشحيره راس القطار الورد الريحه تاعو طيبه بزاف نحطها فوق النار هذه تهز الغليه مع بعضها تهز الغليه هذه مع بعضها خليوها يهز الغليه ونجيبوا المشلوش تاعنا او فار الفوره الثانيه هكذا درك نشحروه حطوا له هكذا نحطوا شويه جوز هكذا لداخل كل واحد الكميه اللي عنده كي تحطي له الجوز يجي بنين نحكموا هذيك العسل تاعنا والزبده والورد قليل من الورد هكا للنسمه ونشحروا هذاك المشلوش تاعنا هكذا ماشي كيما الرفيس الرفيس تحطوا له التشحيره تاعو على النار وهذا نشحروه هكذا هكذا وكل واحد كيما يحب الحلاوه الحلاوه هكذا باه يجي لداخل تخلي الجوز تاعك شويه خشين باه الداخل يجي مقرمش هكذا كيما تلاحظوا درك هكذا نحطوه درك في صحن التقديم ونزينوه درك من بعد نتلاقاو ونعتو لكم في صحن التقديم هاو المشلوش تاعنا حطيته هكذا في الصحن حطيت عليه الجوز من هكذا زينوا بالجوز هذه هنايا درتها بورقه تاع تاع الفطير درت لها ورقه درك نعت لكم كيف نديروها ورقه تاع الفطير هكذا نطبقها هكذا طبقتها هكذا وزينتها هكذا درتها هكا وحكمتها بالمقص بالمقص زينتها درت لها التزيين هذا هكذا برك سهله خلاص كيما نديرو هكذا هكذا درتها هكا على شكل هكذا هكذا ودخلتها هنايا في الوسط هكذا درك نحط فيها التشحيره ما حبيتش نحط السكر خلاص السكر الرطب حبيت درت التشحيره هكذا مع التشحيره اللي شحرت بيها وراح نحطها هنا في النص واللي يحب ياكل بيها يهز وياكل منا من النص يحط بالمغرفه ويحط وياكل هكذا ما درتوش خلاص بالسكر هكذا تحبي تهزي هكذا وتشحري قدامك وتاكلي الا كان جاك ناقص حتى كان جاك مليح كولي هكذاك كيما تحبي هذه طريقتي يعني التقديم هذا المشلوش كل واحد كيف يحب
ديري شويه عسل فوق هادو الجوزات يجيو يلمعوا، حطي لهم شويه عسل هكذا فوق الجوز برك هكذا يجي يعطي له بريق لهذاك الجوز. نقدموا هذا المشلوش في المفراح تاعنا ومناسبات مع البن نقدموا. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو خلاف، والسلام عليكم ورحمه الله.